مرحبا بكم أصدقاء المشاهدين ومتابعين اللاعب 12. موعدنا اليوم بالتأكيد يتجدد وحديث حول محاور رياضية مهمة، نتمنى تظلون ويانا. من بعد الفاصل راح نبدأ بالحديث عنها. محور مهمة جدا راح نحكي بها اليوم باللاعب 12، وبالتأكيد المحور الأول راح نبدي به بخصوص ما يتداول بالشارع الرياضي العراقي بالساعات الماضية بمسألة التحاق لاعب المنتخب العراقي الكابتن ياسر قاسم إلى صفوف المنتخب الوطني. كان هناك كلام كثير حول تصريحات منسوبة للسيد باسل جورجيس المدير الإداري للمنتخب الوطني العراقي حول أنه ياسر قاسم موجود وفيزته طلعت، لكن هو ما يرد على اتصالات إدارة المنتخب الوطني، على اتصالات باسل جورجيس، فبالتالي مسألة مشاركته مع المنتخب الوطني غير واردة حتى تترتب الأمور. كل هذا الكلام قريناه وشفناه بوسائل الإعلام مواقع التواصل الاجتماعي بالساعات القليلة الماضية. راح نعرف الحقيقة اليوم من كل أطرافها إن شاء الله. أتمنى تظلون ويانا، تقرير يوضح لنا صورة الخبر وبعدين نبدي بمتابعة هذا الخبر مع أطرافه. نتابع. بعد رفع اتحاد كرة القدم العقوبات عن اللاعبين وضمهم مجددا إلى المنتخب الوطني، تواردت أنباء تفيد بأن ياسر قاسم لن يلتحق بمنتخب العراق في مباراته أمام فيتنام، حيث قيل والعهدة على القائل أن قاسم لم يقم بالرد على الاتصالات الهاتفية الموجهة إليه بشأن الدعوة، في حين أن تأشيرة الدخول قد منحت له. وإذا ما صح هذا الكلام فستعود المشكلة لظهور مرة أخرى بعد أن شهدنا عفوا عام وتصالحا رسميا قد تم مع الجميع. إذا تابعنا هذا الخبر أصدقائي بهذا التقرير السريع، وبالتأكيد خلينا نعرف آخر الأخبار حول صحة هذه التسريبات مع السيد أسعد الساعدي منسق الاتحاد العراقي لكرة القدم بالنسبة للاعبين المحترفين في الخارج. بداية مرحبا بك باللاعب 12 وبالشرقية، سعيد جدا بتواجدك ويانا. بالتأكيد سيد أسعد، يعني كلام نسب إلى باسل جورجيس بأنه ياسر قاسم ما يرد على اتصالات اللاعبين وعلى اتصالات إدارة المنتخب عفوا، وبالتالي أنه مشاركته غير واردة، وبالتأكيد يعني أنتم كلجان أو رابطة قريبة من اللاعبين المغتربين، ما أعرف معلوماتك حول هذه التصريحات. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، ارحب بك استاذ فيان. الله يسلمك. وطبعا هاي اول مره نتحدث على الشرقيه. الا الشرف. اتمنى ان نفتح ابواب، ان نفتح ابواب كبيره في سبيل اللاعبين المحترفين او المغتربين. نعم. ونحاول كل مباراه تصار فجوه اعلاميه. نعم. على اللاعب الفلاني او اللاعب الفلاني، واخر فتره كانت المشاكل يعني تحدث دائما مع ياسر قاسم، ما اعرف هي مقصوده او غير مقصوده، المهم احنا نتحدث في الامر اللي هسه حدث حاليا. نعم. طلع تصريح من المدير الاداري باسل جورجيس على القناه البغداديه، وكليتنا شاهدناه وكليتنا، وما اتصور قناه من القنوات قناتكم او قناه البغداديه او اغلب القنوات المشاهده والمتابعه من الوسط الرياضي ان تعطي خبر كاذب او تعطي خبر ما الى صحه. الامر انا اتوقع هو صحيح، كان اكو تصريح من الكابتن باسل، لكن تلافى الموقف اليوم. يعني الكابتن باسل جورجيس بعد ما اجت اتصالات كثيره من اعضاء الاتحاد لان صارت جوبعه اعلاميه، فاضطر ان ما يصرح بنفس القناه، صرح في معرض الكره العراقيه اللي احنا نعرف باسل جورجيس تربطه علاقه قويه مع صاحب المعرض، هذا امر شخصي. نعم. اما بخصوص البغداديه انا تكلمت مع الاستاذ حسن البيضاني وما اعطوني اي جواب، قالوا انه هذا التصريح جاء عن طريق القناه، فما اتصور قناه صرح تصريح من جبل خاص، ممكن باسل جورجيس يقيم عليهم دعوه قضائيه. زين، قد يكون التصريح قديم سيد اسعد. اذا تسمح لي النقطه الاخرى بخصوص الاتصالات، هو يقول انا اتصلت اربع مرات. نعم. بالعكس، انا من الكادر التدريبي اتصل بي شخص. نعم. مقرب ما اريد
زعلان عنه. طلب مني قال لي اسعد احنا نثق بكلامك انت هاي الامور اللي حسيت قاعد نتصل بيه ما يرد علينا. ياسر بعد غد ان شاء الله بعد يومين راح يغادر ويلتحق بالمنتخب وماكو اي مشكلة بهذا الخصوص. هاي نقطة. النقطة الاخرى انا يوم امس كنت مع سيادة الوزير وزير الشباب بالرياضة ورئيس المؤسسة الوحيدة في العراق اللي تم تكريمي معنوي من قبل وزير الشباب فقط. هاي صار سنين نعمل انا واخواني اللي عاملين اللي ذكرتهم لكن الوزير عم اتطرق لهي الامور وقال احنا نريد اي فجوه تصير اي مشكله تصير خاصه مع الاخوان المحترفين في اوروبا على من سميهم مع اخوانك نرجو انه هاي الامور ما تنصار بالعلن. سيد اسعد اتصال انقطع ممكن نرجع لشباب يعني انقطع الاتصال بالسيد اسعد الساعدي نعتذر راح يرجعوا لك شباب بعد شويه يعني احنا اتصال باسل قرقيز جهز شباب طيب الى ان يجهز بالتاكيد يعني سيد باسل قرقيز يوم امس اتصلنا به بفيتنام وشرح لنا عن وضع المنتخب الوطني قبل المواجهه والتحضيرات اللي تتحضر اليوم رجعنا اتصلنا به مره ثانيه وايضا سجلنا اتصال راح يجهز وراح نستمع له بعد شويه ان شاء الله يتحدث حول هذا الموضوع لكن خلينا نقول رأينا ياسر قاسم وأحمد ياسين وجاستن ميرام وباقي لاعبين المحترفين كلهم الآن لاعبين منتخب وطني نرجع ونقول دائما نادينا بضرورة معاقبة من يخطئ بحق المنتخب وبحق لاعبي المنتخب وبالتالي فإن على اتحاد كرة القدم الآن أنه يوضح الأمور ويكون شجاع العقوبة رفعت عن ياسر قاسم لما ترفع العقوبة ترفع العقوبة عن ياسر قاسم بقرار من الاتحاد سواء كان هذا الاتحاد مرغم على هذا القرار نتيجة تدخل وزير الشباب والرياضة أو نتيجة الضغط الجماهيري الكبير المطالب بعودة ياسر قاسم العقوبة رفعت فلذلك على الاتحاد أنه الآن يعيد ياسر قاسم إلى المنتخب ويعمل على إعادته لكي يلعب مع الفريق العراقي ولأنه ياسر مهم مثل ما مهم جاستن ومثل ما هم أحمد ياسين ومثل ما مهم كل اللاعبين في حال تخلف ياسر قاسم أو غيره من اللاعبين على المنتخب الوطني بالمباراة المقبلة فهذا خطأ الاتحاد وهم يتحملون مسؤوليتهم ويتحملون كامل المسؤولية بمسألة عدم التحاق لاعب مهم ومؤثر بالفريق العراقي بالأيام المقبلة بالمباراة المقبلة لأن العقوبة خلص راحت وانتهت كلنا مقتنعين أن الاتحاد عاقب ورفع العقوبة خلص الآن الاتحاد يشوف أنه ياسر قاسم غير مذنب فبالتالي عليه أن يتحمل مسؤولية استقطاب أي لاعب مهم ومؤثر للمنتخب الوطني في المباراة المقبلة نرجع لسيد أسعد الساعدي سيد أسعد يعني نرجع لإكمال الحديث مسألة التصريح المنسوب إلى باسل قرقيز جاهز اتصال طيب انقطع مرة ثانية رح نرجع نحاول نصل إلى السيد أسعد الساعدي مرة أخرى وبالتالي نرجع لموضوعنا الاتحاد الآن في حال عدم تواجد أي لاعب مهم من اللاعبين اللي عوقبوا ورفعت العقوبة عنهم وفق حاجة المدرب الفنية بالتأكيد هذا أمر مهم يعني الآن لاعبي الشرطة السيد يحيى علوان ما رادهم يقول أنا ما أحتاجهم بهذه الفترة لاعبين بعيدين عن المنتخب وما موجودين وبالتالي أنا ما أحتاجهم لكن رفعت العقوبة عنهم السيد يحيى علوان اللي أكد أنه هو يريد ياسر قاسم ويريد كل اللاعبين الآخرين المهمين فبالتالي على المنتخب والاتحاد أنه يعمل على تواجد هؤلاء مع الفريق عدم تواجدهم معناها مشكلة جديدة معناها عدم استقرار معناها تأثير على وضعية منتخبنا في مباراة المقبلة أمام فيتنام كل هذه الأمور غير قابلة للنقاش اتحاد كرة القدم في مأزق لازم يحل الأمور وكل لاعب يخدم المنتخب العراقي يجب أن يكون جاهز أصدقائي اتصال أسعد الساعدي جهز شباب طيب نرجع للسيد أسعد الساعدي منسق اتحاد كرة القدم سيد أسعد نقبل الحديث بخصوص التصريحات المنسوبة للسيد باسل قرقيز أنا ما أعرف حديثي من وصل وانقطع لكن راح أعيد الكلام إنه على باسل قرقيز أن يكون جدي بتعامله مع اللاعبين إن كانوا محترفين أو مغتربين أو محليين إنه اللاعب ياسر قاسم ما عنده أي إشكال انتهى الإشكال السابق والتدخل من إخواننا من الوزير من يونس
ومن كل الاخوان الكادر التدريبي على انه نتابع هذا الامر لدعم المنتخب. لكن اليوم احنا من شاهدنا هذا التصريح على القناه البغداديه، وما اتصور التصريح بدون 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 حقيقه، لان ما ممكن قناه انه تجيب المشكله نفسها. مثلا يصرح تصريح باسل دورجيس ممكن ان يقيم عليهم دعوه قضائيه، لكن الغريب بالامر باسل دورجيس ما عاد نفس القناه وصرح التصريح للنفي. نعم. صرح في معرض الكره العراقيه اللي تربط علاقه بالاخ دكه، كان ما اريد اتطرق لهذه الامور. اما في الوقت الحالي ياسر راح يتواجد ان شاء الله في المباراه والامر انتهى بالنسبه طيب. لياسر، واي مشكله حدثت سابقا شمرها بظهر الرجل. لكن هسه احنا نتفاجئ انه بعض الامور اللي قاعد تحدث اعلاميا ما ادري ليش الاتحاد عليه، يعني اكو منسق اعلامي واكو مدير منتخبه واكو الناطق الاعلامي باسم الاتحاد، هم اللي يكونون مسؤولين على هيك تصريحات وهيك امور انه اللاعب يتعاقب اللاعب يجي اللاعب. اما باسل دورجيس يعني ما اعرف ليش يتخذ هيك امور وما ما طيب. سيد اسعد، سيد اسعد اتمنى تظل ويانا وتسمع الان اتصال مسجل سجلناه قبل دقائق مع السيد باسل دورجيس من هانوي في فيتنام. نعم. سجلنا معاه هذا الاتصال الهاتفي يتحدث عن هذه المساله ونسمعه ونرجع نسمع راي حضرتك. تشوف انت يعني بالامس كنت اتكلم مع ياسر، وقبل اسبوع او اكثر انا تكلمت مع ياسر ومع ابو ياسر لحل كثير من الامور، وخاصه حل امور الفيزا اللي يدخل بها الى فيتنام. يعني كانوا مدفوعين الاب والابن، وحتى ياسر البارحه مساء اتصل بي وقلت له حتى يروح على فقره انه يقدر ياخذ الفيزا الفيتناميه على الجواز الانجليزي خلال اربع ساعات اذا يدفع له حوالي 37 دولار. هي هذا الاتصال وهالكلام هذا انا مستغرب منه. يا اخي لاعبين الشرطه او اي لاعب ما يلتحق مع المنتخب الوطني، هذا راي مدرب. انا المدرب من يعطيني توجيه او يعطيني خبر يقول لي انه تتابع لي هذا اللاعب وذاك اللاعب، انا هذا عملي انه اتابع اللاعبين اللي مدرب يريدهم. ف يعني لاعبين الشرطه كلهم لاعبين منتخب كلهم معزاه عليه انه المدرب ما رادهم، يعني يا استاذ زياد. فاي يعني كيف انه نقدر نحاول نشتري لهم تذاكر او نتصل بيهم؟ فهذا مو من واجبي وهذا مو من حقي ايضا انه اسوي هذا الشيء. بالعكس انه المدرب ابلغني على ياسر، المدرب ابلغني على جاستن، ابلغني على همام، ابلغني على احمد ابراهيم، ابلغني على كل اللاعبين. فانا من واجبي اتصل بيهم واقدر اوصلهم اليوم اللي يريد المدرب الى فيتنام. اخي العزيز اكثرية اللاعبين عندهم مباريات يوم 3، ياسر يوم 4 ان شاء الله يطير من لندن يصل الى فيتنام يوم 4 او 5 الصبح يكون. جاستن كذلك، علي عدنان والأرغام يوصلون فجر يوم 6 من هذا الشهر. فكلهم يعني يوصلون من 5 إلى 6 بالشهر من هذا الشهر. الصبح كان عندي اجتماع بالاتحاد الفيتنامي، وكان عندي بعض النقاط اللي هي النقطة المهمة، هي أعتقد هي كيف استقبال الوفد بالمطار لتسهيل أمور الوفد، لأن احنا حوالي 40 شخص الوفد. فأنا ما شفتها مثل ما أنا عملت الأوراق، أنا لحالي طولت 35 دقيقة بس في مكتب الفيزا ما عدا ف 35 واحد يعني راح ياخذ وقت كبير. فانا حسيت الاتحاد الفيتنامي انه قلت لهم انه هاي النقطه لازم تنحل، لان الوفد كبير ولازم تكون بسرعه. اريد يعني موظف او ضابط او اي شخص يقدر ياثر على الجانب الفيتنامي انه يقدر يطلع لنا الوفد بسرعه. واجتمعت ايضا مع اعضاء السفاره العراقيه اليوم وقلت لهم نفس الشيء، وطلبوا يعني الشباب ما شاء الله عليهم انه راح يتبنون هذا العمل ان شاء الله ويكونون في المطار بيوم وصول المنتخب الوطني العراقي. اذا استمعنا لمكالمه السيد باسل دورجيس من هانوي اللي اجريناها قبل قليل. سيد اسعد استمعت الى المكالمه، السيد باسل دورجيس ينفي هذه التصريحات ويقول أنا اتصلت بياسر قاسم وكل الأمور طيبة وياسر قاسم راح يكون متواجد مع المنتخب. عندي رد يعني هو الرجل
التصريح صلاح البغدادية، فإذا كان الرجل صادق بكلام باسل دورقيس ممكن يقيم دعوة قضائية على قناة البغدادية لهذا التشويه بسموحته. أما إذا ما قام دعوة أو ما قام أي نفي في القناة فهذا يعتبر تصريح مبطن في من قبل بعض الأعضاء الاتحاد اللي يريد يبعدون ياسر، وهذا الأمر أنا لامسه لمسيين استاذ بيان. الكل يعرف أن ياسر قاسم القضية اللي حدثت لما حدثت مع يونس أو مع زيد من الناس، حدثت مع أحد أعضاء الاتحاد المهمين اللي أصر على إبعاد ياسر وصرح بقناتك تصريح رسمي قبل الاجتماع مع الأعضاء الاتحاد، وقبل أن لا يجتمع مع ياسر، وقبل لا يجتمعون الياسر، وقبل لا يجتمعون لأي شخص، صرح الأستاذ علي جبار أنه ياسر قاسم لازم أن يعاقب، فكان أمر شخصي. أما باسل دورقيس سيقول أنا متصل، نعم أكو اتصالات وأكو أي أمور، لكن خرج للإعلام أنه ياسر قاسم ما يريد يلتحق، وهاي زوبعة إعلامية مبطنة. وأتمنى أن يخرج لنا باسل دورقيس على قناة البغدادية أن ينشر الخبر على مود إحنا بعدين نتعامل إلى البغدادية إعلاميا. هو طلع ويانا سيد أسعد، سيد أسعد هسه طلع الآن، أنت سمعت بإذنك والاتصال قبل دقائق سجلنا، طلع قال أنا ما لي علاقة بهاي التصريحات، وين حاكي؟ لا ما عندي اي اعتراض معك، لا الرجل دا يقول وانا عندي مؤاخذات كثيره حتى على عملهم زي. يعني انا مع اعتزاز باسل دورقيس، احنا احد المقترحات اللي قدمتها للاتحاد انه المدير الاداري بالقانون يعني الشيء الثانوي او بالقانون المنتخبات يذهب قبل 10 ايام الى اسبوع ان يجهز كل الامور المتواجده في لاستقطاب الفيز واستخراج الفيز وهاي الامور، هاي الامور الاداريه هو يعمل بها، انا رجل ما اتدخل بهذا عمله، لكن هاي احد مقترحاتنا قدمناها للاتحاد ويعلم باسل دورقيس والاتحاد ان هذا مقترحي، انه رجل انا اعمل بهذا المجال، لكن انا لا ليس لي طموح بهذا العمل واي عمل خاص، لكن تصريح الرجل يبرر موقفه، واحنا نشكره على تبرير الموقف لاطفاء نار الفتنه الاعلاميه، لكن بنفس الوقت انه هو اكو الى تصريح للبغدادية كلنا شاهدناه، نرجو ان يخرج التصريح. مو هو طلع سيد اسعد، سيد اسعد التصريح مو هو طلع، انا يعني بالسكرول بالنيوز بار وكاتبين باسل دورقيس، يعني مو هو لسانه او صورته او شكله. اذا استاذ اذا بالتايتل انثارت زوبعه اعلاميه في هذا القضيه، لان يعني ياسر كانت عنده مشكله سابقه فانفتحت الاجواء البارحه واليوم، وصار غضب الجمهور وتكلموا على ياسر كلام غير منطقي، وبنفس الوقت تكلموا على الكابتن باسل دورقيس كلام غير منطقي، فلازم يخرج منه، يعني القناه انت تعرف كل زين القناه منه المسؤول على التايتل، يجي الشخص المسؤول على التايتل غيابة منه خابرك منه اتصل بي، يعني هل يجوز اسعد الساعدي يتصل بالتايتل الشرقيه او البغداديه ويقول لهم يابا انا اسعد الساعدي انا باسل دورقيس اكتبوا لي والله ياسر ما راح يلتحق، وبهيك بهالسهوله يكتبون غير اكو مصداقيه بالعمل، لان هم اكو ارتباط هذا الامر، فخلي يخرجونا من هو البغدادية تريد تصير مشكلة او باسل يصير مشكلة او منو يريد يصير مشكلة، على مود احنا بديش الساعة نوقف مع الحق، نوقف مع باسل طيب. او نوقف مع البغدادية او نوقف مع ياسر. طيب سيد اسعد الساعدي انا اشكرك الشكر الجزيل، شرفتنا ونورتنا كثير منسق اتحاد الكرة العراقي لشؤون اللاعبين المحترفين بالخارج المغتربين، اشكرك كل الشكر الجزيل. هنا على الهواء واثناء الحديث مع السيد اسعد الساعدي واتصال السيد باسل دورقيس وصلنا هذا المسج بالفايبر، الحديث بين ياسر قاسم وبين السيد باسل دورقيس، جتينا الصوره. شكرا طبعا للشباب الرائعين اللي يشتغلون ويانا يعني بشكل مباشر، يعني زياد الدباغي اللي جهز الصوره ومحمد والسيد المخرج عمر على يعني تعبهم ويانا اليوم. هذه نص المحادثه بين ياسر قاسم وبين السيد باسل دورقيس. السيد ياسر شوف ياسر قاسم ده يبعث بعث فيزا الى باسل دورقيس يقول له ماي فيزا هاز ارايفد، يعني فيزتي او تاشيرتي وصلت، كان يو سند مي ماي تيكت بليز، يعني تستطيع ارسال التيكتات الان. والسيد باسل دورقيس رجع رد عليه قال له اوكي جود نيوز اي ويل سافعل، اوكي اخبار جيده سافعل. هذه هي صورة المحادثة اللي جرت قبل قليل بين السيد باسل دورقيس، ارجع لي اياها عمر لو سمحت، بين ياسر قاسم وبين باسل دورقيس. ياسر يسأل انه الفيزا وصلت وبانتظار التيكتات يرسلها السيد باسل دورقيس، والسيد باسل دورقيس رد عليه بانه هذه اخبار جيدة وراح يرسل التيكت لالتحاق
ياسر اللي عرفنا موعده موعد وصوله من السيد باسل جورجيس بالاتصال قبل قليل. طيب إذن هذه هي نص المحادثة واستمعنا إلها، وبالتأكيد هذا نفي قاطع لكل المشاكل والتصريحات اللي وردت. شكر للسيد أسعد الساعدي كان معنا عبر التلفون على توضيحه وعلى جهده الكبير لخدمة المنتخب الوطني ولاعبينا. شكر للسيد باسل جورجيس أيضا على عمله الكبير بتهيئة كل الأمور لمصلحة المنتخب العراقي، ونرجع نخلي اتحاد الكرة في زاوية أنه يجب أن يستفاد من كل الخبرات والطاقات، كل اللاعبين اللي تعاقبوا اذا المدرب رايدهم لازم يلعبوا مباراه فيتنام، لان احنا بحاجه لجوستن واحمد ياسين وعلي عدنان وياسر قاسم وكل اللاعبين. فاصل ونرجع لكم. محورنا الثاني نتحدث فيه اصدقائي اليوم عن نادي الاتصالات، هذا النادي النشط في الرياضة العراقية اللي من أيام الوزير السابق السيد جاسم محمد جعفر تعرض إلى ظلم وحيف كبير بقرار خاطئ ما إلى أي سند أو مدعاة قانونية، وهو تعيين هيئة مؤقتة حتى بدون حل الهيئة الإدارية. هذا القرار الخاطئ ظل باقي مع الفريق ومع النادي وظل مطبق، وإلى أن تسلم السيد الوزير الجديد عبد الحسين عبطان وجه له كل التحية لعمله الكبير وشكل لجنة التحقيق بهذا الأمر. كل ملابسات هذه القضية رح نعرفها بقادم الدقائق من حلقة اليوم مع السيد منعم جابر عضو الهيئة الإدارية لنادي الاتصالات، رح يكون ضيفنا على الهواء بعد قليل نتحدث حول هذا الموضوع. خلينا نشوف التقرير وبعدين نرجع لكم. ليس ببعيد عن الأندية، فمنذ حوالي 3 سنوات نادي الاتصالات شكلت هيئته المؤقتة ولم تحل هيئته الإدارية أصلا، وتتهم هذه الجهة أشخاصا في وزارة الشباب بخرق جميع القوانين وضربها عرض الحائط، علما أنهم منتخبون ولم يأتوا إلا عبر صناديق الاقتراع، وتحققت في عهدهم إنجازات مهمة وعديدة في بطولات العراق والعرب على صعيد مختلف الألعاب مع نشاطات أخرى كانت تروم إنشاء ملعب نموذجي في مجال كرة القدم. أما أزمة قضية نادي الشباب فأثيرت قبل فترة ليست بالبعيدة مع حل الهيئة الإدارية وتشكيل مؤقتة أخرى مع العمل على تسريع إجراء الانتخابات. لقاء جرى ما بين وزير الشباب والرياضة عبد الحسين عطان والذي بيّن أنه يحتاج إلى تكاتف جميع الجهود من أجل الارتقاء بهذا النادي والذي يجب أن يستعيد تاريخه بعد أن كان منافسا قويا. من جانبه أكد رئيس الهيئة الإدارية المنحلة إسماعيل خليل أنه لا علم له بالمخاطبات السابقة من قبل وزارة الشباب والتي تعود إلى عام 2012 المتعلقة بضم النادي إلى كنف الوزارة. وبغض النظر عن أسماء الأندية وشخوص هيئاتها الإدارية، يجب أن تتخذ جميع القرارات ضمن اللوائح والقوانين ولا تلعب الأهواء والأمور الشخصية أي دور في عملية تشكيل أو حل الهيئات الإدارية، لأن في ذلك ضرر كبير على الرياضة العراقية بصورة عامة وسينعكس سلبا على الجوانب الفنية أيضا. من بغداد للاعب 12 زيد السراج. إذا أصدقائي خلونا أنا وأنتم نرحب بضيفنا القدير الأستاذ منعم جابر عضو الهيئة الإدارية لنادي الاتصالات. سيد منعم، يعني أولا أعتذر منك اعتذار شديد أخرناك بموضوعنا، لكن أيضا يعني متابعتنا لكل المحاور الرياضية يعني تفرض علينا بعض هذه الأمور، فأقدم لك الاعتذار الشديد على الانتظار، آسف جدا. ويعني ما أعرف أنت الآن عضو هيئة إدارية مقال لا تعمل، ما هي التسمية المناسبة بعد قرار الوزير السابق اللي لغى الهيئة الإدارية لنادي الاتصالات؟ ما لغاها، ما حلها، بقاها موجودة وجاب هيئة مؤقتة. وضح لنا الصورة لو سمحت سيد منعم. استاذ منعم تسمعني؟ إذن يعني ما أعرف أكو مشكلة
الاتصال مع السيد منعم جابر عضو الهيئة الإدارية لنادي الاتصالات. طبعا حسب ما وصلنا أنه السيد الوزير السابق جاسم محمد جعفر الله يسامحه والله يسهل عليه قام بتعيين هيئة إدارية مؤقتة جديدة لنادي الاتصالات دون حل الهيئة الإدارية. لما راحت الهيئة الإدارية إلى الوزارة وحاولوا يقابلوه أكثر من مرة، كان في وقتها رئيس الهيئة الإدارية لنادي الاتصالات. اللايف جاهز شباب؟ طيب إذا نذهب إلى السيد منعم جابر عضو الهيئة الإدارية لنادي الاتصالات. سيد منعم نرحب بك مرة ثانية باللاعب 12 وبالشرقية، سعداء جدا بتواجدك ويانا، أعتذر كثير على التأخير اللي صار، ويعني بالتأكيد متابعتنا لكل الأحداث هي اللي سبب هذا التأخير، آسفين خلناك ننتظر. حثيثيات القرار، أولوياته، وين وصلت قضيتكم بشأن حل القرار المجحف بتعيين هيئة مؤقتة دون حل هيئة إدارية؟ ما أعرف يعني حظ نادي الاتصالات والسيد منعم جابر موجود الصورة لكن الصوت عندنا بيها مشكلة. نرجع بحديثنا إلى حين إن شاء الله تجهز الصورة بالصورة والصوت. فراحوا للوزير الجديد، حاولوا يقابلوه الهيئة الإدارية السابقة مرات كثيرة، الوزير القديم عفوا، وبمحاولات عديدة يلا وصلوا لمقابلة السيد جاسم محمد جعفر وزير الشباب والرياضة السابق، اللي أكد لي السيد رئيس النادي السابق حسب ما يقول انه مشكلته الوحيده لرئيس النادي رئيس نادي الاتصالات سيد حازم، انه مشكلته الوحيده انه هو صديق شخصي ومقرب لحسين سعيد وزير الشباب والرياضه، يعامل الرياضه العراقيه على اساس العلاقات والصداقات، لان هو مختلف كان مع السيد حسين سعيد هذا النجم الكبير، هذه القامة الإعلامية الرياضية عفوا الكروية الكبيرة للكرة العراقية حسين سعيد، لأن السيد جاسم محمد جعفر مختلف معه، فيقول له احنا نلغي النادي مالتكم لأن انت كرئيس نادي تربطك علاقة بالسيد حسين سعيد. طبعا هذا الكلام على ذمة السيد حازم رئيس الهيئة الإدارية لنادي الاتصالات، والقضية رحلت إلى ما بعد الوزير السابق إلى الوزير الجديد السيد عبد الحسين عبطان اللي تولى أمر هذا النادي والتقى بأعضائه وبهيئته المؤقتة وحاول أن يلم كل أطراف القضية و يعني شكل لجنة للتحقيق بهذا الأمر، لم تنجح إلى الآن في الوصول إلى قرار رغم اعتراف هذه اللجنة ورغم اعتراف الوزارة بأيام الوزير السابق وبأيام الوزير الجديد أنه القرار خاطئ وغير صحيح. كل هذه الأمور نحب نتابعها الآن مع سيد منعم جابر، لكن يعني الاتصال الفضائي جهز الآن. سيد منعم مرة ثالثة أعتذر منك على التأخير، جاهز؟ لم يجهز. عندنا اتصال مع سيد أحمد الموسوي شباب. سيد منعم تسمعني الآن؟ سيد منعم تسمعني؟ سيد منعم طيب عندنا اتصال مع السيد أحمد الموسوي شباب، إذا أمكن تجهزوا لنا يا الناطق الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة لنسمع رأي الوزارة بخصوص هذا الموضوع وين وصلت التحقيقات بهذا الشأن. فبالتالي أصدقائي كل هذا الأمر يضع الوزارة أمام عمل كبير وأمام مهمة كبيرة. سيد منعم أسمعك الآن، تسمعني؟ سيد منعم تسمعني؟ نعم أسمعك أستاذ فيان، أسمعك. طيب. سيد منعم آسف كلش على التأخير وضاع من عندنا وقت كثير، لكن خلينا بمشكلة نادي الاتصالات بشكل مباشر وصريح، مشكلتكم الآن وين واقفة وليش هذا القرار كان المجحف بحق إدارة نادي الاتصالات؟ ابتداء استاذ فيان انا احييك واحيي قناه الشرقيه وجمهورها الرياضي.
واكد لك بانه الانديه العراقيه هي روح الرياضه العراقيه. نعم. ان صلحت صلحت الرياضه العراقيه، وان يعني لم تصلح لم يخرب كل شيء. نعم. لهذا اجد ان نادي الاتصالات واحد من الانديه، وان هذه الظاهره هي ظاهره عامه شملت كثير من الانديه ومنها نادينا هذه الاتصالات. طيب. الشيء المهم في الانديه، في نظام الانديه او قانونها رقم 18 لسنه 86 اكد على انه تحل الهيئه الاداريه في حاله واحد من ثلاث امور. واحد. الامر الاول وجود فساد مالي واداري يحاسب عليه القانون وقد صدرت احكام قضائيه بسببه. طيب. اولا. ثانيا، سحب الثقه من الهيئه الاداريه من قبل الهيئه العامه. ثلاثة، استقالة أكثر من نصف أعضاء الهيئة وبالتالي تختل التوازن. إلى هذه الأسباب الثلاثة، الثلاثة لم تكن متوفرة عندما اتخذ قرار تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة أمور نادي الاتصالات، حيث تم صدور قرار من مديرية التربية البدنية ومن وزارة الشباب. نعم. يقضي بتشكيل هيئة مؤقتة لإدارة أمور النادي في تشرين عام 2012. نعم. وإحنا بالنسبة لنا ما أجانا قرار حل، إجا فقط تشكيل هيئة مؤقتة لأنه ما يقدرون يصدرون قرار حل، لأن ماكو مبرر قانوني. نعم. يعطيهم هذه الصلاحية، ولكن يبدو أن هنالك بعض الأمور خلف الكواليس والاتفاقات ووجود بعض الدافعين بهذا الاتجاه لأغراض شخصية وأهداف خاصة. نشوف اندفعوا باتجاه تعيين يعني هيئة مؤقتة والهيئة المؤقتة. أمور شخصية سيد منعم، الوزير عنده أمور شخصية. آني لا على لا ذمة لا لا على ذمة أنا حازم على ذمة أستاذ حازم يقول لي أيه؟ إنه كان مشكلتي أنه أنا صديق لحسين سعيد، والوزير السابق قال له أنت ليه صديق حسين؟ هذا الأمر صار بالنادي. ما أعرف هذه الأمور الشخصية ممكن هيك تطغى على الأمور الرياضية؟ لا، هي مو هاي بالضبط هكذا. أيه. وإنما أكو بعض الشخصيات موجودين بالهيئة الإدارية عندهم حساسية من نائب رئيس النادي. هذا أولا. الشيء الثاني، رئيس النادي وكيل كريم مزعل وكيل الوزارة. أيه. كان رئيس النادي، وكان الأستاذ أمير البياتي الوكيل الفني أو الوكيل الأقدم يرغب بأن يكون رئيسا للنادي. هذه القضية أيضا ولدت حساسية. هناك أحد الزملاء الصحفيين عمل يعني تدخل بشكل سافر وغير حقيقي قانوني وغير مقبول. نعم. وساهم بدفع التربية البدنية لاتخاذ قرار الحل هذا يعني أو لاتخاذ قرار تشكيل هيئة مؤقتة، وهو ما كان أكو. الصحفي شنو دخله؟ نعم. شنو صلاحياته سيد منعم؟ الصحفي مع الاسف يعني انا اعتقد انه انت تشتغل في مهنه الصحافه. نعم. هي مهنه الشرف والسلطه الرابعه. نعم. والمهنه التي تعني انه انت تكون مسؤول عن كلمتك اللي تقولها. نعم. اما يتدخل صحفي لانه احد يعني عنده احد ابنائه يلعب لفريق الناشئين، فريق واحدهم قال له انه اللي ابعد هذا ابنك من النادي هو حازم محمد علي، فصار عنده في الموقف شخصي وبدت القضيه. انا اعتقد اخذ الطابع الشخصي ودفعت باتجاه يعني عدم وجود مبرر للحل، لكنه التفوا على حتى على الوزير جاسم محمد جعفر. اعتقد. لا. انا اعتقد اللي ساهم بها هو مدير التربيه البدنيه، مدير عام التربيه البدنيه بتاثير العلاقات الشخصيه. زين، الان منو بده يعمل بنادي الاتصالات؟ يعني انتم قانون الان ما زلتوا تمارسون عملكم، والهيئه المؤقته معينه من احنا الوزير من السابق. منو بده يشتغل بالنادي؟ انتم لو هم احنا هم اللي يشتغلون. الان احنا انسحبنا، احنا امتنعنا عن تسليم النادي من تشرين الاول عام 2012. طيب. الى شباط 2013. نعم. يعني حوالي 5 أشهر. لما شكلت الوزارة لجنة لإدارة الانتخابات وسوت انتخابات، والحقيقة كانت الانتخابات صورية. نعم. وجو بها بعض الأسماء يعني غير الكفوة وبعض الشخصيات يعني اللي مو مؤهلة، اجت للنادي فأخذوا النادي واستمروا بالعمل لحد هاي الفترة. وخلال هاي الفترة حصلت خروقات كثيرة، وعمل بالنادي عمل غير جيد، الهيئة الإدارية الآن غير منسجمة، عندها كثير من المشاكل. أنا أجيب لك مثل بسيط جدا. ثلاث شخصيات قيادية تقود النادي، رئيس النادي ونائب رئيس النادي وأمين السر. هؤلاء الثلاثة مع احترامي للسيد الوكيل رئيس النادي، خلال هاي السنتين وست أشهر سبعة أشهر زار النادي مرة واحدة. نعم.
ونائب رئيس النادي اجانا مرتين او ثلاثه، وامين السير اجتنا مرتين او ثلاثه، وهذا عامل رئيسي من عوامل تدني عمل النادي وارتباك عمله وحصول الكثير من المشاكل الان اللي تحصل. سيد منعم، الان القضيه امام السيد الوزير سيد عبد الحسين عبطان، وهو شخص كلنا نعرف مسعاه وعمله الكبير وأداءه في سبيل لم شمل كل الرياضيين ومحاولة حل كل المشاكل، الله يعطي الصحة والعافية، وين وصلت هذه القضية الآن؟ والله مع الوزير اهتم بها اهتمام استثنائي وأرسل على معرفة أوليات القضية، فلم يجد شيئا من الأوليات الأصولية والقانونية، فنجد أن السيد الوزير أوعز للدائرة القانونية أن تقدم له دراسة أو تلخيص فيما حصل، وبالتالي يعني مقترحاته لكي يصدر معاليه القرار المناسب. وأعتقد أن معالي الوزير مع التوجه كامل نحو إعادة الأمور إلى نصابها أو تشكيل هيئة مؤقتة وإجراء انتخابات جديدة خلال المرحلة القادمة. شو وقت سيد منعم؟ أنتم من 2013 عايفين النادي يعني هيئة مؤقتة تقود، وعلى قولتك أنت يعني مرجع النادي لورا طبعا الكلام إلك، يعني شو وقت يعني هذا الامر ينحل؟ استاذ فيان، هي الانديه تعاني من مشكله، وسبب المشكله هو غياب القانون. طيب. يعني تصور اليوم معالي الوزير بجهود جيده وشخصيه وجهود بعض الشخصيات الرياضيه المرموقه سن حققوا مشروع قانون. هذا المشروع الآن هو قيد الدراسة والتبادل الآراء، يعني قامت الدنيا ولم تقعد لحد الآن مطالبين جميعا بإلغاء هذه الفقرة وإبعاد تلك، وكأنما الأندية هي ولد الشخصي لمن يترأسها. يعني هسه احنا اليوم احنا بالنادي باكر يجي غيرنا، بعد سنتين يجي غيرنا، لكن الكثير من العاملين في الأندية مع الأسف مع احترامي للجيدين والكفوئين، ولكن الكثير يجد أن الأندية هي ملك صرف طافو على قولته، يجب أن لا يتقدم لها أحد، وهذا ما يحصل الآن في الساحة. يعني رياضتنا وبالأخص نادي الاتصالات هو واحد من الحالات اللي تجسد طمع الأشخاص بالمناصب وبالكراسي على حساب المصلحة العامة وعلى حساب الرياضة وعلى حساب تطور الأندية وخدمتها. والله يا أستاذ إيان، أنا شخصياً قلت هذا في أكثر من مكان وأكثر من قناة فضائية، ولا زلت أقول بأن الكثير من أحبتنا العاملين في القطاع الرياضي يعتقدون أن عملهم في القطاع الرياضي هو مدى الحياة، وأن لا رغبة بتبادل المواقع لإعطاء لكل ذي حق حقه، الكفاءات تأخذ مكانها، الأكاديميين يأخذون مكانهم، ذوي الخبرة يؤدون واجباتهم، الجميع يعمل الآن، الغالبية العظمى تعمل من أجل مصالحها الخاصة ولو على حساب الرياضة، الأمر الذي دفع بالكثير بالرياضة العراقية إلى التدهور. وأنا أعتقد أنه لو استمرت الأمور هكذا ولو لم يقف معالي الوزير والشخصيات المسؤولة في الأولمبية وفي البرلمان والحريصين على الرياضة والخيرين، ولو لم نقف ونقل كلمتنا بشكل واضح وصريح ونبتعد عن المجاملة، فقرأ على الرياضة السلام. علينا أن نقف ونقاوم ونتواكح من أجل أن نقول ما نريده، لأن الرياضة العراقية بحاجة إلى وقفة واحدة وطنية لا يهمها إلا سمعة ورياضة العراق. طيب سيد منعم، أنا أعتذر منك اعتذار شديد، يعني نتيجة الخلل ونتيجة الارتباط بالموضوع الأول محور أول ضاع لك كثير من الوقت، أعتذر منك هواية، أشكرك على حضورك، وبالتأكيد الأسبوع الجاي راح نظل نتابع هذا الموضوع، أنا أوعدك، لأن ما أعطيناكم الوقت الكافي، أقدم اعتذاري لك يعني لنادي الاتصالات ولقضيتهم. أسبوع الجاي إن شاء الله راح نتابع هذا الموضوع أو في وقت آخر بعد ما يعني نخلص من الارتباطات الأهم، وأعتذر اعتذار الشديد من السيد أحمد الموسى والناطق الرسمي باسم وسائل الشباب الرياضة، كنا اتفقنا معاه على اتصال هاتفي، أعتذر منه أيضا كثير، ما قدرنا لضيق الوقت حتى نفسح المجال لسيد منعم جابر على الأقل أنه يعني يتحدث بشكل أكبر. شكر لأسعد الساعدي منسق اتحاد الكرة لشؤون اللاعبين العراقيين بالخارج، ولسيد باسل جورجيس أيضا كان معنا باتصال من هانوي. أشكركم الشكر الجزيل، انتهت حلقة اليوم أصدقائي، ماكو بكرة إن شاء الله الأحد نلتقي بنفس الموعد، يوم الأحد إن شاء الله راح تكون هناك تغطية لمباراة العراق والأردن الودية، وأيضا التحضير لمباراتنا مع فيتنام إن شاء الله،
ويعني جمعة وسبت ما عندنا حلقة. أتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع سعيدة، ونلتقي يوم الأحد إن شاء الله، وأتمنى لكم كل الخير والبركة بهاليومين. مع السلامة.